يا ترى ايه الدور اللي بيلعبه الماضي في حياتنا؟ هل هو مجرد حاجات حصلت زمان وراحت لحالها؟ ولا الماضي عامل زي القدر اللي يمكن تعرف تهرب منه؟ ومعانا اول اتصال للبرنامج. الو، مبروك يا احلام. حبيت ان انا اكون اول واحد بيبارك لك على البرنامج. احلام، انت معايا؟ الو احلام، الو احلام، انت معايا حبيبتي؟ في مشكلة في الصوت؟ في ايه يا احلام؟ مش قادرة، مش قادرة، تعبانة. تعبانة يعني ايه؟ والحلقة ايه التهريج ده؟